والكوارث عموما التأثير الخطير بتاعها بيجي من ايه؟ مرتبط بالمكان اللي حصلت فيه، وبالذات لما نتكلم عن الزلازل، المكان اللي حصلت فيه، هل مكان مزدحم السكان ولا مكان في صحراء؟ المكان ده بيبقى الآثار يعني البنايات اللي فيه يعني مبنية بناء مش مبني على أكواد مظبوطة، وبناء هش في أماكن قبل التصدع، كل ده بيزود التأثير. كل ما كان في استخدام لأكواد جيدة في البناء، وأيضا بعيدة يعني في أماكن ما تكونش مزدحمة السكان، ففي الحالة دي التأثير طبعا بيكون أقل، فهو متفاوت على حسب الكلام ده. أما يخص في بالنسبة للزوار الأخرى، أعاصير كل ده بقى، ده طبعا ده أساسا دي كانت بتحدث زمان، ولكن بتحدث بشدة أقل وعلى فترات طويلة جدا. الجديد أنه بسبب ما يسمى بالتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية سببها الرئيسي زيادة كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة البشرية، خاصة في الطاقة، استخدام الطاقة وتوليدها والصناعة، وأيضا استخدام الأراضي. فالغلاف الأرضي، الغلاف الكرة الأرضية بقى يعني في كمية كبيرة جدا من الانبعاثات أكتر بكتير من الطاقة التي يستوعبها. وده يعني جعله أنه قادر على احتباس كمية كبيرة من الحرارة ناتجة طبعا عن سقوط أشعة الشمس على الأرض وانعكاسها. وده الاختزان لكمية الحرارة دي رفع في متوسط درجة حرارة الأرض، وأيضا رفع طبعا بما فيها المياه واليابسة، بما معنى كده درجة الحرارة بتاعت المياه السطحية للبحار والمحيطات ارتفعت، وبالتالي بقى زادت كميات البخر وكميات السحب الممطرة مع عدم اتزان حراري في الغلاف الجوي، فده أدى إلى ما يسمى بالظواهر المناخية المتطرفة أو الجامحة اللي هي الإكستريم ويذر إيفنتس، على رأسها طبعا الموجات الحارة شديدة الحرارة، الموجات الباردة شديدة البرودة، اللي بتؤدي إلى عصير مدارية. وعصير عموما يطلق الإعصار بالذات على بيحصل في المحيطات، لأنه بيبدأ في المحيط ويبدأ يزداد، ثم لما يوصل إلى زي مثلا إعصار كاترين اللي حصل في فلوريدا وكده، لما بيوصل على الشواطئ بيكون له تأثير تدميري كبير جدا، لأنه ارتفاع الأمواج هنا بيبقى عالي جدا، ثم بعد كده لما بتقدم في اليابسة بيبدأ ينكسر الموجة بتاعته. اللي بيبقى في البحار يعني زي البحر الأبيض المتوسط شبه بحيرة يعني، فبيبقى احنا بنسميه عصار مجازا، لكن هو بيبقى عاصفة قوية جدا، وهذه العاصفة ممكن تبقى من قوتها وتأثيرها بتبقى يعني تقترب من الإعصار على المكان اللي هتيجي فيه، زي ما احنا بتسمعنا مثلا حصل على يعني شمال سواحل ليبيا الشقيقة وعلى درنة، لأن يعني الإعصار العاصفة دي بدأت الأول على اليونان اليونان وتركيا، وبالذات شرق اليونان، عملت فيضانات وسيول وغرقت الدنيا هناك وعملت فيه خسائر كتير وضحايا، ثم بدأت بردك تنتقل وتزيد وعدت على البحر الأبيض المتوسط ودخلت على ليبيا. وزود القصة دي كمان، هي المفروض لما بتيجي على السواحل الليبية تبدأ تنكسر وتخف، لكن اللي حصل ان جه كمان تيار بارد من البحر الأبيض المتوسط زي ما الأرصاد الجوية قالت، فده زود بعد ما كانت هتبدأ تقل وتضمحل، لا زودها أكتر، وبدأ يبقى التأثير بتاعها كبير. اللي بيفاقم المشكلة زي ما قلنا في الأول، إنه المكان اللي بتيجي فيه، إذا كان هذا المكان مثلا عمل فيضان كبير، لو كان في مباني هشة أو مباني مش مبنية جيدة وفي الوديان بتاعت الأودية، هنا تبقى الطامة الكبرى طبعا. يزيد الطين بالة كمان، لو كانت هناك سدود زي السدين اللي انهاروا دول، السدود دي طبعا كمية كبيرة جدا من المياه هتاخد قدامها كل اللي موجود، خاصة كل اللي في الأودية دول مش هيلحقوا يعملوا حاجة.